مرحبا شباب، وياكم سيف الياسي من قناة وحش دي اكس بي. شباب، اليوم موضوع الحلقة موضوع يمكن اكثريتكم عندكم هاي الحالة، انه انتو كنتو تتمرنون قبل، كنتو رياضيين قبل، تركتوا لاسباب عديدة، سمنتوا وهسه تريدون ترجعون مرة ثانية. بس قبل لا هذه كلها نسويها العملية، اول شيء لازم اروح ازين حتى نتحضر لهذا الفيديو. About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where. خلاص لزيان هسه، منتظر مصطفى يجي حتى نروح نبلش بالتمارين. أخيرا إجا مصطفى. مصطفى، إيش صار لك ما متمرن أنت؟ بدك سنتين، ثلاثة. سنتين، وكم كيلو هسه تزدت تقريبا؟ 15 كيلو هاي الفترة كلها، يعني تقول سنتين من اجيت يعني لدبي و... اوكي زين. يعني هسه اذا اقول لك انت اكثر شيء تحب الطوبة، البارحة قلت لي تحب الطوبة هواية. انا جديد جاي، يعني اذا اقول لك يومين راح تلعب طوبة تلقى وقت؟ لا. يعني هسه اذا اقول لك يومية طوبة تلعب طوبة لو لا؟ زين، فشنو معناها اللي ما يخليك تتمرن؟ شنو معناها الونس اللي هو يخليني يعطيني واهس؟ تدري طوب يا هواي ناس. نقدر نحكي وياك؟ هاي تفضل. ما عنديش ايش دا تسوي؟ ما بعرف دا حمي. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. هذه تمارين كلها للمبتدئين اللي صاروا فترة قاطعين من الجيم، اللي ما شايفين جيم بحياتهم. هذه أول تمارين، ممكن أنه لأول أسبوع واحد يشتغل وياهم عليها، ووراها راح تشوفون أكو فرق بالأداء وبالبرفورمانس. وراها ممكن نبلش وياهم تمارين حديد. التمارين اللي سويناها هي اليوم كلها عبارة عن تمارين مركبة، حاولنا نشغل أكثر عدد من العضلات سوية، وهذا موضوع راح أحكي فيه بعدين وياكم حتى تفتهموه. هسه راح نسوي تمرين. هذا التمرين عبارة عن جمب بوكس ويا بيربي، راح تشوفوها هسه وراح تعرفون شنو المقصود بيه. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we wait. Ha captain. Lower one. Ha. خلصنا تمرين الحديد. زين. اشتغلنا وراها كارديو تقريبا نص ساعة. النص ساعة كانت عبارة عن التريدميل صاعد بسرعة 5 والارتفاع 12. تقدرون تسووها يا اما هيجي او طريقة ثانية اللي هي دقيقة مشي وراها دقيقة سبرنت، انه تركضون كلش سريع وتظلون على هالمنوال هذا تقريبا نص ساعة. يا اما هاي او هاي، تختارون انتو اي وحدة الاحسن. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see. اليوم التمرين ويا مصطفى البطل. مصطفى، هذا ثاني يوم لك. ما يدرون الجمهور ان هذا ثاني يوم مو اول يوم. شنو رايك، راح تستمر لو لا؟ بصراحه بدون مستحى. إذا كل يوم أخلص بالسبعة دوام، إي أستمر. بالسبعة العصر؟ إذا أخلص بالسبعة. أوكي. زين، حكم. شرفك. شو تسوي أنت بالأوقات مال الفراغ مالتك؟ هسا
هسه هذه اشياء بيرسونال. يلا وهذا اللي هنا ينتهي الفلوج. لا تنسون الاشتراك بالقناه. شيروا وين ما كان هنا راح اخليك اياها. شيروا الفيديو هذا اذا عجبكم, واي فيديو تريدوه ثاني قولوا لي عليه واني بسيطه تدللون واسوي لكم اياه. طبعا عيني وكافي وشكرا.